بين الزوج والزوجة لا يمر خيط. هذا هو المثل الفرنسي، وهذا فإن دل فإنه يدل على قوة ومدى ترابط العلاقات بين الأزواج، بين شركاء الحياة. كيفية اختيار الزوجة المناسب، كيفية اختيار الزوجة المناسبة، مواصفات شريك الحياة المناسب، كل ده أكتر هنعرفه مع ضيفتنا المنورانا في الاستوديو دكتور جيهان حسين، استشاري العلاقات النفسية والأسرية. مرحبا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، زي حضرتك؟ إيه أخبار حضرتك؟ الحمد لله والله الحمد حضرتك لله. حضرتك دلوقتي مش مجرد ضيفة، حضرتك معانا المرة الثانية بناء على طلب الجماهير وبناء على طلب الناس اللي بتسمعنا وتتفرج علينا. أشكرك. قبل ما أدخل في موضوعنا وهو كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، تمام، عايز أعرف من حضرتك، إحنا ليه بنتجوز؟ إحنا ليه بنرتبط؟ إحنا ليه لازم ندخل في علاقة؟ إيه السبب؟ أنا عايزة أقول لك حاجة، أنا هتكلم بحرية. اتفضلي. السؤال بتاعك ده سؤال جميل جدا، لان انا كل ما كنت اسال حد انت اتجوزت ليه يقول لي يعني ايه اتجوزت ليه، اتجوزت وخلاص، فالناس كلها بتتجوز، يعني سنه الحياه. صحيح. فناس كتير فاكره ان هو التطور الطبيعي للانسان انه لازم تمر عليه مرحله نتجوز، كان اللي ما اتجوزش ما بقاش انسان مثلا. صحيح. والموضوع طبعا مش كده خالص. تمام. مهم جدا في اي حاجه في حياتك ان يكون لك هدف. صحيح. فمن باب اولى لما اكون هبني بيت وهاسس بيت وهجيب اولاد وهعيش عمر كامل مع شخص هيبقى شريك حياتي، ان انا يعني يبقى لي هدف معاه. صحيح. وده احد اسباب يعني الاسباب المشاكل الكتير جدا والخلافات بين الازواج، انه ما فيش هدف اصلا للزواج، يعني حاسين ان ده الطبيعي. البنت مثلا بتيجي تقول مامتها طالعه من صغرها تقول لها هتكبري تتجوزي امتى، هنشوفك امتى عروسه، الناس تقول لها اتجوزتي ولا لسه، اخبار الخطوبه ايه، بيتقال كده للشباب ها اتجوزت ولا لسه، فكله حاسس انه ده الطبيعي فلازم يعمله، فمش بيفكر انه محتاج يكون له هدف في الجواز. تمام. ودي طبعا اكبر مشكله، لانه بعد كده بيصطدم بالواقع لانه ما كانش له هدف محدد. يعني حضرتك عايزه تقولي انه لازم قبل ما نتجوز، قبل ما نفكر اننا نرتبط، نفكر اننا ندخل في علاقه مع شريك حياه هيكون معانا تقريبا طول حياتنا، لازم نعرف الاول ايه الهدف من الجواز ده، مش مجرد حاجه روتينيه هنقديها وخلاص زي كل الناس. انا لو هعمل شركه وعايزه شريك يشاركني في شركتي هختاره بعنايه، وهبقى عارفه انا طالباه شريك ليه، انا عايزه شريك يدفع لي فلوس وخلاص للشركه دي ويبقى مجرد بالنسبه لي مصدر مادي، ولا شريك لانه هيقوي الشركه بانه هيضيف لي حاجه فيها. صحيح. صح، وهيكمل جزء عندي ناقص. النقطه دي مهمه جدا. طيب قبل ما اتكلم في فكره بنتجوز ليه، خلينا نقول انه طبيعي جدا، اول حاجه طبعا انا مش مع الرجاله ولا مع الستات. اكيد. يعني على ارض محايده. ارض محايده. اتفضل. قبل ما نقول بنتجوز ليه، هتلاقي ان كتير جدا جدا مثلا من البنات بتتجوز علشان تخلص من مشاكل البيت، فاول ما يجي عريس تتجوز. صحيح. يعني دي بالنسبه لها هدف. نعم. ان هي تخرج من بيت الاهل بسبب مشاكل او خلافات او اب جديد او اي حاجه او ظروف ماديه صعبه، يعني ايا كان السبب. صحيح. فهي متصوره ان خروجها من البيت هدف، هو ده مش صح. هي اوكي حققت جزء ان هي خرجت من البيت، بس ممكن تروح على بيت اسوأ وحياه اصعب، ولانها هتكمل المفروض الحياه معاه للنهايه ان شاء الله. طب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وخلق لكم من انفسكم ازواجا ليه تسكنوا اليه. اهي الاجابه اهي، ليه؟ يبقى كلمه ليه لتسكنوا اليها، ما قالش بقى عشان تصرف عليها ولا عشان مش لاقيه تاكل في بيت اهلها فلازم تاكل كانه الزوج هو اللي بياكلها، ولا عشان هي تخدمه، يعني لتسكنوا اليها. يعني دكتور جيهان عايز توضح ان احنا المفروض نرتقي بافكارنا، نرتقي باختياراتنا لازواجنا، باختياراتنا لشركاء حياتنا المفروض هيكملوا معانا لاخر العمر. سكن حضرتك، انا دلوقتي عايز اشتري بيت. اتفضلي. عايز اشتري بيت. صحيح. هشتريه ازاي يعني؟ هشتريه اربع حيطان مالوش سقف ومالوش اسس، ما مش ممحر، مش ما هعيش فيه ازاي؟ صحيح. صح؟ لازم يكون كامل متكامل طبعاً. ومن اختيار حضرتك وذوق حضرتك عشان تقدري تعيشي فيه بشكل كويس، تقدري تتفاعلي معاه، تقدري تتعايشي معاه. ومش صح بس كده؟ تمام. ومش بس كده بقى، كمان النهارده لما هنخلينا نقول شويه الراجل فضل. اللي هو لان هو الطالب، مش لان انا ضد الراجل ولا حاجه، بس لان هو الطالب. الراجل في الاول المفروض لما بياخد قرار انه هيبني بيت، لو افترضنا انه بيت بقى دلوقتي بعيدا عن فكره الزوجه، هو اول حاجه هيفكر عشان يبنيه انه يشتري ارض مناسبه للبناء.
في مكان مناسب. مكان مناسب وتصلح صحيح. اصلا للبناء، ما تبقاش ارض زراعيه مثلا او رمله. صحيح. فسهل انه البيت ده يقع بسهوله. صحيح. طيب في حته بقى كمان مهمه جدا، انه يعني معلش يعني ان هو يفكر هيشتري ارض في حدود امكانياته. زعلش مني عشان الناس قالوا في الموضوع ده كتير، يعني استفزني الموضوع ده شويه على الفيس، لما ابتدوا يشيروا فكره ان المهور غاليه وخليها تعنت. خليها تعنت. لا معلش هي مش هتعنت. هي هتلاقي راجل يدفع. يعني ما هو ما هنعرف. بس انا برضو خليني اقول لحضرتك ان انا ضد فكره المغالاه في المهور او الغلاء عموما في عمليه الجواز. حلو. لان الغلاء ده بيترتب عليه حاجات، هو مش موضوع حلقتنا، بس المغالاه في الجواز، مغالاه على الشاب اللي زينا، بيترتب عليه حاجات كتيره وحشه في مجتمعنا واثار ضاره جدا. فاحنا من باب اولى عشان نعمل نتجنب الاثار دي نبدا نخفض في تكاليف الجواز ونبدا نيسر الامور. جميل. صح كده؟ أيوة. بس انا اسالك سؤال صغير. اتفضل. هو حضرتك ينفع تروح تشتري قميص براند بسعر قميص، انا اسفه جدا، من على الرصيف؟ لا طبعا. هي ده اللي بيحصل، هي دي النظريه المطلوبه في عدم المغالاه. بس خليني اقول لحضرتك فيها مش معذره. اتفضل. هو المفهوم فيها مش صحيح. هو مفيش مانع، احنا مش بنقول مغالاه. صحيح. انا مش بقول عايزه كم مليون مهر ولا لا 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 لا، انا مش بتكلم في الجزئيه دي. المهر في حد ذاته يعني نسبي. نسبي مش مطلق. صحيح. طب ما ينفعش ان انا اثبته. صحيح. فمعلش انا اسفه يعني، ما يبقاش شاب بسيط. صحيح. يروح لواحده عايشه في قصر وعايشه في مستوى عالي. حضرتك تقصدي نعمل توازن بيها. نعمل توازن طبعاً. توافق اجتماعي على الاقل يعني في المستوى طبعاً. الاجتماعي طبعا طبعا. والاخر يقول خليها تعنس. لا معلش، هي هتلاقي برضو عريس مناسب ليها في ايه، في نفس المستوى. لانه خلي بالك هي عمرها ما تقدر تكون زوجه صالحه ولا زوج صالح لو ما كانش هي راضيه. ما انا النهارده مش هينفع اكون انا عايشه في بيت مثلا مستوى. صحيح. اهلي عالي، واتجوز واحد عشان حبيته وفقير والحب بقى يعني، بس الحب اكبر من كل حاجه. يعني الحب اكبر من كل حاجه، العصفور يكفينا والكلام ده. لا هي هتيجي في الواقع. يعني احنا حضرتك تقصد احنا بنقول دلوقتي خطوات عمليه. طبعا. صحيح. انا لازم يعني لازم اكون عندي اساس صح. طب نرجع للبيت. صحيح. هو لما جه يشتري البيت في حدود امكانياته، هو اشترى ارض في حدود امكانياته. صحيح. ما قدرش يروح يشتري في منطقه راقيه بسعر المنطقه العاديه او العشوائيه. استحاله يعني الفروق. والاخر لها يعني بتتبطري على النعمه، وشوفي هتتجوزي خليها تعنس. هي دي يعني ده وجه اعتراضي بس. لكن طبعا مش مع المغالاه في المهور ولا لا 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 لا، مش هو ده. خلينا برضه نقول كل شيء له ما له وعليه ما عليه. صح، برافو عليك. فاحنا عايزين نظرتنا تكون متوازنه سواء راجل او ست. صحيح. يعني حضرتك لما تكون بتطلب شيء دي لازم تكون متوازن فيها. صحيح. تكون بالمعقول، مش تقول بقى في حدود امكانياتك. ربنا ده راجل، ده انا عندي شقه. يعني في ناس كتير بتتكلم تقول لك ما ده الراجل ما يعيبوش الا جيبه. صحيح. لا، الراجل يعيبه اخلاقه، يعيبه تدينه، يعيبه تقصيره مع زوجته ومع شريكه حياته فعلا. معلش سوري. طب ولو هي غنيه ما تتجوز؟ ما انا مش عايزه اجيبك، ما انا جيبك ممكن يكون عند في جيب والدي. صحيح. هي دي المفاهيم الغلط اللي احنا عايزين نصححها، ونخلي الراجل يفكر بطريقه راقيه شويه، والست تفكر بطريقه راقيه شويه، ونتقي الله بقى هنا في المهر. يعني بس هتقي الله في حدود المعقول، ان انا مش هنحدر عشان اعرف اعيش زوجه صالحه، ومش هبص لفوق برضو. ما هو يعني عشان مع الناس. مش عشان مع الناس. ممكن تتجوز بس ممكن تقع على جدر رقبتها. يعني ممكن تتجوز وتبقى واخده غني عشان فلوسه، والاخر تشوف العذاب كله في قصر. توافق طبعا. تبقى سك يعني، تبقى عايشه في قصر من ذهب. عارف قصر، كلمه قصر من ذهب يعني سجن. سوري، سجن من ذهب. سجن يعني من ذهب. يعني عشت في حته اوكي في فلوس كتير وكل حاجه، لكن ما فيهاش الروح. مش سعيده. ما فيهاش الروح. ما فيهاش الروح. ومسجونه في طباعه، في اسلوبه، في اي حاجه وحشه. يبقى احنا عايزين التوازن، وكل واحد يبقى عارف قدر نفسه الحقيقي. لا ده يغالي ولا ده يغالي. برضه انا احب انوه ان احنا مستنيين اتصالاتكم، مستنيين استفساراتكم، مستنيين مشاركاتكم على ارقامنا اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي. قولوا لنا ايه رايكم؟ ازاي نختار الزوجه الصالحه؟ طيب هل في نسمع ضرب دلوقتي. خليني اقول لحضرتك، هل في مواصفات معينه للزوج الصالح؟ او خلينا اقول هل في مواصفات معينه لشريك الحياه، ولا المواصفات دي نسبيه بتختلف من شخص لشخص؟ عايزه اقول ملحوظه مهمه جدا، لازم نفرق ما بين الشخص الصالح والشخص الذي يصلح لي.
لا تاني معلش. الشخص الصالح الصالح في ذاته، يعني هو صالح لوحده صحيح، لكن لا يصلح لي. يعني هو انا ممكن اكون صالح لذاتي وما اصلحش مشاكل حياتي. ودي نقطه مهمه جدا. طيب ايه الفرق يا دكتور؟ الفرق كبير. اتفضل. الفرق كبير، لان ده مش معناه، ودي نقطه على فكره مهمه، لان بتقابل شباب وبنات كتير بتدمرهم نفسيا. لو هو بيحب بنت قوي مثلا وبترفضه، صحيح، وتقول له والله انت زي اخ، والله انت راجل محترم وكل حاجه، بس انا مش قادره يعني اتوافق معاك، او العكس، ان هي تبقى بتحب واحد ومتمنيه وتلاقيه بيخطب مثلا صاحبتها ولا قريبتها ولا الكلام ده، ده بيحصل. طب ده ايه السبب؟ معلش انا عايز اعرف ايه السبب، لان الظاهره دي اتكررت كتير. خلينا نخرج بره الاطار الموضوعي بتاعنا. تمام. ونقول ان الظاهره دي اتكررت كتير. واحد بيحب واحده، يفضل معاها فتره، يبدا يتجوز اختها، يتجوز بنت عمها، بنت عمتها، يتجوز صديقتها. يعني معلش احدد سؤالك، انت تقصد يبقى ما يبقى على علاقه بيها وبعدين يتجوز حد تاني؟ يعني هو يكون ناوي يتجوزها، ولكن زي ما قلت دلوقتي يتجه اتجاه تاني. بص هقول لك حاجه، انت فكرتني بحاجه كده. كنت انا بدي محاضره ارشاد اسري، وقاعد معايا حد يمكن لو بيتفرج هيعرف ان الكلام عليه. فكنت بتكلم في نقطه ان اولا النصيب غلاب طبعا، صحيح، وممكن يبقى واحد ماشي في طريق مع واحده ونيته خير وكل حاجه، والاخر لحظه الدنيا يعني تتقلب، تتغير تماما. فراح ضاحك قال لي بصي يا حضرتك، انا كنت خاطب واحده وبحبها جدا جدا، وكانت ما فيهاش يعني ايه المواصفات، انا كنت فرحان بيها، لكن بالنسبه له هو يعني كان شايف ان هي مش يعني ايه فيها حاجات. طيب غير اللي اتفضل. طيب معانا اتصال الاستاذ حازم من مصر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور علي؟ ازيك يا دكتور جيهان؟ انا وصلت لحضرتك. انا بس عايز اسال سؤال. طيب الاول بس يا دكتور، الاول لو سمحت حضرتك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. حاضر. بص حضرتك يعني عايز كلامي للدكتوره جيهان. اتفضل. يعني دكتوره جيهان، يعني حضرتك اخصائيه ارشاد اسري. تمام. طيب ساعات الزوج والزوجه بيمروا واحد منهم بيمر بازمه. تمام. سواء بقى ازمه اقتصاديه شديده او حاله وفاه كثيره في اسرته او كده. تمام. وبيعيش حاله اكتئاب شويه او ينعزل. يعني تمام. او بيبقى فيه نفور من بيته او كده. تمام. ازاي الزوجه ترجعه لوضعه الطبيعي؟ تمام. ايه الكاريزما اللي تعملها له؟ ايه الحركات اللي تعملها له؟ ازاي تشده تاني لاولاده ومراته؟ تمام، شكرا جدا استاذ حازم. نقطه، او اللي بيعرف عن مراته اتفضل، ازاي هي ترجعه لبيته؟ وانا عايز الكلام عن الازواج، يا ريت يعني على المستوى العالمي، الازواج على المستوى العالمي. حاضر حاضر، هنجاوب حضرتك. حاضر، شكرا جدا. شكرا شكرا الاستاذ حازم من مصر. اتفضل يا دكتور. ممكن ناجل بس السؤال شويه لما يجي في مكانه بس، وعلشان ايه ما نخرجش بره اطار ال شويه، وان شاء الله بس هجاوب ان شاء الله. حاضر. طيب احنا كنا بنتكلم عن المواصفات، هل بتصلح من انسان لانسان ولا لا؟ اتفضلي. فحضرتك بتقول، فبقول لحضرتك اللي انا كنت بحكي لك عليه، في اخر لحظه بيقول لك سبحان الله، يعني شاف مراته اللي هي بقت زوجته دلوقتي، ان هي سمتها السمت الاخلاقي اللي هو عايزه. تمام. غير اللي كان فرحان بيه. تمام. فقرر ايه ده، ايه ده، انا ازاي كنت هتجوز الشكل التاني ده؟ تمام. الشكل التاني ده كان ازاي هتبقى ام اولادي، ولا شكلي ولا لوني ولا بقتي ولا حاجه. تمام. وقرر انه يعني يفسخ الخطوبه هنا ويكمل ويتجوز هنا. فالنصيب هنا برضو ليه عامل، لان الزواج رزق. تمام. يعني الزواج رزق كالمال. استاذ حضرتك اتفضل. نفس السؤال جاينا من اسبانيا، الاستاذه ام مالك من اسبانيا. تمام. بتقول لنا على رقمنا، ازاي الزوجه تحاول تعيد زوجها مره ثانيه للبيت بعد نفوره؟ نفس سؤال الاستاذ حازم. يبقى احنا كده يعني طب ما كده هندخل في هكتب في اتنين. طيب علشان اصل دي هتدخل في يعني هتبعدنا شويه عن مضمون الحلقه. بعد ما حاولنا نبدا نجاوب الاسئله. ممكن. اتفضلي. تمام. فاحنا بنرجع لجزئيه انه حته انه ليه الشاب بيرجع يغير، لانه هو الاول بيبقى منجذب لمفاتن المراه عموما. صحيح. ده شيء طبيعي، يعني مع الفتن ومع الاختلاط ومع ده هتعجبه الجميله وام دم خفيف واللي مش عارفه واللي شكلها كذا واللي كذا، يعني هيلاقي كتير. صحيح. لكن لما هيجي الراجل عموما، لانه احساسه بالمسؤوليه، هيبتدي يقول بقى جواز، هتلاقي اتجاهه اتغير تماما، وابتدى يدخل في مساله ايه، انه فكر بعقل. يعني الاول دي كانت عاطفه عمال يجري بيها. صحيح. وبعد كده يبتدي يركز على العقل.
صحيح. بس ده سبب الانتقال يعني. طيب معانا دكتوره الاء نبيل من مصر بتقول لنا ازاي اتغلب على مخاوف اللي انا بتواجهني لو انا عايز ادخل مرحله الارتباط، او بمعنى اصح لو انا اثناء مشاغل الحياه ازاي اقدر اختار كويس، او ازاي اقدر ابعد عن الاختيار لفتره معينه. يعني هو ازاي اقدر ابعد عن ايه؟ الاختيار لفتره معينه، بمعنى ان هي دلوقتي مثلا لو الوقت دلوقتي مش هيسمح ليها ان هي تبدا تفكر في الارتباط، المفروض ازاي تبعد عن الحاجات اللي تخليها ترتبط بشخص تاني. طيب هي اول حاجه احنا بس كنا الاول بنتكلم في فكره لماذا اتزوج. تمام. لماذا اتزوج دي لازم هي الاول تبقى عارفه هي عايزه تتزوج ليه. تمام. دي نقطة مهمة جدا، تدخل تندرج في شقين. أول شق طبعا اللي هي إشباع الغرائز الجسدية، ودي الحاجة الأساسية اللي كل الناس بتتجوز عشانها، فكل الناس فاكرة إن هي الأساسية. صحيح. لا، هي حاجة أنا معاك إن هي الأساسية، لكن ما هياش الوحيدة. صحيح. ما هياش الهدف الوحيد. تمام. فلا، أول حاجة دي أول نقطة الكل بيفكر فيها أو ممكن بيكون هدف عنده. صحيح. فمتصور إن علشانها مش مهم بقى يختار ازاي ولا يختار ايه. صحيح. لا، انا لازم احط في ذهني هدف تاني خالص، اللي هو انا عايزه ايه من الحياه الزوجيه، وعايزه ايه من اللي هيشاركني الحياه الزوجيه. طيب نبدا نجاوب على السؤال ده بتاع الدكتور حازم والاستاذ ابو مالك عشان نخرج فاصل بعد ما نجاوب على السؤال. اتفضلي. مش هنبقى خرجنا كده عن الموضوع؟ لا اتفضلي. طيب اصل هقول لك حاجه عن صدر. الموضوع ده له ابعاد كتير. اتفضلي. وانا يعني شفت منه يعني استشارات مهوله يعني. كم كبير سببها الرئيسي قبل ما تقول ازاي الزوجه ترجع زوجها. يعني بصراحه نشوف مين غلطان الاول، نشوف القصور عند مين. مش فكره عندي غلطان، هي غالبا بيكون في مشكله. والله واتقالت لي لفظا من بعض النساء يعني، انه بيكون هي زوجها اكتر من مره نوه عليها في فكره ما تعمليش كذا. تمام. اهتمي بيا. تمام. اهتمي باهلي، او ايا كان بقى الحاجه اللي هي بالنسبه له رئيسيه. تمام. هي بتتجاهل لانها متمكنه من حبه ليها. تمام. بصراحه. صحيح. فبي هو طبيعي مع الفتن ومع الاختلاط بيلاقي حد تاني يهتم، فبيبتدي تروح لسكه تانيه، سواء علاقه حب تانيه، سواء زواج تاني، سواء كذا، فيبتدي هي تفكر ازاي ترجعه. بس ده يا دكتور يعني خلينا نتكلم مع حضرتك بصراحه شويه، ده خطا. مش عشان انا بحب شريكه حياتي اقولها، مش هقول اوامر، اطلب منها طلب هي تبدا ما تنفذوش، او تبدا تتكاسل تتقاصى عن اداء واجبها المفروض اصلا واجب سماوي، بحجه ان انا بحبها ومش قادر استغنى عنها. فده تقريبا اسمه استغلال او انتهاز فرص. برافو عليك. ما هي بص هقول لك على حاجه بصراحه، بس ما هي لا بالعكس، ده هي دي المشكله الخطيره. ليه بقى؟ حتى هي بقول لحضرتك لما جالي بعض النساء بتقول لي انا عارفه ان هو ياما نبهني وانا ما كنتش متخيله ان ممكن يبص لغير. صحيح. بس انا فوجئت. طب ارجعه ازاي؟ انا دلوقتي لو اتشقلبت له حليت نفسي، رحت كوافيرات، عملت مش عارف ايه. صحيح. لو عملت المستحيل. صحيح. هو خلاص رفضني. صحيح. الموضوع ده الحقيقه له برضو اكتر من يعني من نقطه خطيره. اتفضلي. اولا هيفرق فيها نمط شخصيه الزوج، نمط شخصيه الزوجه يعني. هل هو ممكن يرجع، ولا هو مش متسامح، ولا هو لما بيقفل الباب ما بيتفتحش تاني؟ صحيح. يعني دي حاجه يعني حسب شخصيته او انطباعاته. شخصيته حسب مشال، هو استحمل كام سنه قبل ما يفكر ان هو يروح ياخد قرار او يسيبها او يروح لباب تاني. تمام. وحسب ما الشخصيه التانيه تمكنت من قلبه. صحيح. ما هو انا معلش انا اسفه، هو مش لعبه في ايدك. صحيح. وقت ما كان سنين بيقول لك اعملي واعملي واعملي، فحضرتك ما كنتيش مهتمه، وبعدين لما قررتي او حسيتي انه يروح منك قررتي، وانت متصوره انك هترجعيه بالسهوله دي. طيب انا دايما بيلاقي كده بالحظ، كان واحد بيسالني بيقول لي يعني ايه الخيانه؟ قلت له واحده اهملت وواحده اهتمت، ايه رايك؟ لا بجد بص هقول لك حاجه. اتفضلي. انت دخلتني برده في موضوع لان كنت هعمل فيها دوره دي كامله للخيانه الزوجيه. بص هقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. انا عموما رافضه كلمه الخيانه على اعتبارها يعني انا كنت يعني ازاي بتناقش في الخيانه؟ يعني. صحيح. وكانها شيء مباح. صحيح. يعني فاهم قصدي؟ لكن اللي حصل ان انا الوضع للاسف الشنيع اللي في المجتمع دلوقتي والفيسبوك والتعارف بقى من ورا الزوج والزوجه والستات اللي عارفه رجاله من غير ورا رجالتها والعكس ده موضوع كبير جدا نبدا نرجع له في حلقات تانيه جدا.
بس ايه اللي وصل الموضوع للخيانه؟ في عندي حاجتين. اول حاجه، اما الراجل خاين بطبعه او الست خاينه بطبعها. ما هو لازم نعرف برضو ان في ناس وحشه، يعني في ناس الخيانه في دمها. لا بس خليني، لا خليني اعترض هنا، مفيش حاجه اسمها خيانه في دمها. لا في، لا معلش، في في مش كل انسان مفطور على الخير، مفطور على الحب. كل انسان مفطور على الخير والشر. تمام. ونفس وما سواها فالهمها فجورها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني انا جوايا خير وشر، فانا بطعم الخير ولا بطعم الشر؟ حبيت بقى الشر ولقيته كده لذيذ، ما المال الحرام اسهل واسرى اسهل وورديشي اسهل ويبقى معايا فلوس كتير، وواحد تاني قال لك لا انا عايش بالحلال والبسيط. فاللي الخيانه في دمه ده استسهل الحرام، ده الصنف اللي هو الخيانه في دمه اللي هو عنده الحرام اسهل. قبل نطلع فاصل، الاستاذه ام مالك تاني بتبعت لنا من اسبانيا وبتقول لنا المفروض يكون في تكافؤ في المستويين الديني والاخلاقي، صح كده؟ لا دي هنتكلم بقى بعد الفاصل. طيب. في فكره يعني التكافؤ صح وليها اضافات مش بس الديني والاخلاقي. يعني طبعا هو الحديث قصدي عشان الحديث ما ترضونا دين وخلق. تمام. بس طبعا في حاجات تانية كمان. احنا بنشكر ام مالك اللي بتواصل معانا وبتتابعنا من اسبانيا. طبعا اهلا بيها. طيب. تمام. نخرج فاصل ونرجع ونستقبل تليفوناتكم واستفساراتكم مره ثانيه، استنونا. اكرر التحية بحضراتكم، ما زلنا مع دكتور جيهان حسين استشاري العلاقات الاسريه والنفسيه، ما زلنا بنتكلم عن كيفيه اختيار الزوج الصالح، كيفيه اختيار الزوجه الصالحه، وما هي المواصفات المثاليه بين شركاء الحياه، وهل المواصفات دي نسبيه او مطلقه، يعني هل المواصفات دي بتختلف من شخص لشخص ولا لا. اكرر التحية بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، زي حضرتك. الناس حرجتنا بس شويه يعني. مش مشكله. طب احنا بننوه اللي يسال سؤال يتفضل يساله في حدود المحاور اللي بنتكلم عنها، وهي كيفيه اختيار الزوج الصالح منعا لتشتت الدكتور. دكتور، عايز اقول لحضرتك ناس كتيره بتقول لنا لازم الزوج والزوجه يكونوا يعني نفس الاهتمامات او تقريبا نفس المجال، دكتور يتجوز دكتوره، معلم يتجوز معلمه، مهندس يتجوز مهندسه. إيه لاي مدى بتوافقي او تعارضي المقوله دي؟ وهم برضو خليني اقول لك ان هم بيعللوا كده تجنبا للصمت الزوجي او الصمت الاسري، الصمت العاطفي. الصمت العاطفي. اتفضلي. لا طبعا انا ضد المعلومه دي تماما. تمام. هي المعلومه دي هتفق معاها في حاله واحده، لو انا بفكر في الموضوع انا راجل عملي وعايز افتح مستشفى وعايز تبقى اللي معايا مراتي دكتوره زي ما انا دكتور. صحيح. علشان الفلوس ما تطلعش بره. ما تطلعش بره. ويطلعوا العيال دكاتره وتبقى الدنيا ايه، زيتنا في دقيقنا زي ما بيقولوا. فهنا ده برضو بيحصل صمت عاطفي. تمام. لانه بيكون الجواز مبني على المصالح. صحيح. وبيبقى الشكل العام ان العلاقه الزوجيه قائمه وجميله. صحيح. لكن هي الحقيقه مش كده خالص. صحيح. خالص. الناس شايفة انه حاجة حلوة قوي لكن داخلين مش تمام. وبيكتشفوا ان ده كان غلط. صح. ومش ده اللي بيحقق التوافق العاطفي. طيب تمام، اتفضلي. التوافق العاطفي مختلف تماما، يعني ملوش دعوة بالمجال. صحيح. له دعوة بالتقدير، وان ممكن انا يبقى هو مثلا دكتور وهي مهندسة ومقدرين شغل بعض، وفي توافق في الاهتمامات، والاهتمامات غير المجالات. صحيح. وخصوصا حضرتك عارف ما حدش بيدخل كليه حتى هو احيانا عايزها، يعني للاسف انا شاتي مجروحه في الحته دي. ايوه، يعني في واحد مجموعه دخله كليه هو كذا، فهو قدرا دكتور، يعني هو دكتور لانه متفوق ولان والده عايز دكتور، لكن هو مش اهتماماته انه يكون دكتور. طيب بايجاز دكتور جيهان بتقول مش شرط ابدا ان المهندس يتجوز مهندسه او الدكتور يتجوز دكتوره. احنا دايما نسعى للتوافق بين اهتماماتنا، التوافق بين هواياتنا، هنعرف نعيش مع بعض بشكل كويس، لان زي ما قلت واقول مره واثنين وعشر، احنا بنعيش مع شريك حياتنا تقريبا طول حياتنا. معانا اتصال من الاستاذ رضا من دمياط. اتفضل يا استاذ رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ازيك يا دكتور علي؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. بنرحب بالدكتوره جيهان ومبسوطين جدا باللقاء الممتع ده والله. شكرا لحضرتك. جزاكم الله خير. ربنا بيكتب. بالله دكتوره بعد اذنك، عايزين روشته تكون لكل الناس يفهمها، القاصي والداني، المتعلم وغير المتعلم، انني ازاي اختار الزوج والزوجه، يعني يكون الحوار للاثنين مش لواحد بس، يعني ازاي الزوجه تختار الزوج وازاي الزوج يختار الزوج. بدل ضرب ايجي اهو. وهل صح. التوافق، وهل التوافق هناك لابد ان يكون هناك تقافق في الثقافه والحاله الاجتماعيه
والتعليم او الحاجات ديتي، ولا يكون مثلا زي ما حضرتك كنت بتقولي قبل لحظه ان يكونوا بس يكونوا هم متفاهمين مع بعض، ممكن يحصل فيما بعد تصادم في تفاوت الثقافات يعني. طيب ممكن يا استاذ رضا اذن حضرتك تقول لنا اختصار للسؤال حضرتك معايا مره ثانيه؟ انا فهمت سؤاله، انا فهمت سؤاله، مش مشكله. طيب شكرا لحضرتك يا استاذ رضا، فهمت سؤال. انا هستأذنك نوقف اتصال السنه يعني علشان بس اجول، لان هو ده محور موضوعنا وسؤال مهم جدا. طيب يعني بنعتذر عن استقبال الاتصالات لمده ثواني معدوده الى ان ينتهي الدكتور من الاجابه، وهنرجع نفتح ان شاء الله كل يستفيد من الاجابه باذن الله. اتفضلي. طيب موضوع التوافق. طيب الاول انا كان معايا الدكتوره آلاء نبيل من الجيزه تتكلم على التغلب على المخاوف. يا ريت نجاوب عليها. ما هو هنجاوب ده في ده، ما تقلقش يعني. هي لا عشان الاجابه ان شاء الله حصل بينا او بعت لنا، لا والله يحصل على الاجابه الكافيه ويحصل لا على الاستفاده اللي هو محتاجها طبعا منها. احنا هنراعي الكل وهتلاقي الاجابه باذن الله. اتفضل. اول حاجه احنا اتفقنا ان لازم انا احدد انا عايزه اتجوز ليه. طبعا. لان ده هيتوقف عليه انا عايز شريك حياتي شكله ايه. تمام. زي الكليه مش لسه بنقول انا هدخل كليه كذا عشان انا عايزه اطلع دكتور، مش هينفع ادخل هندسه واقول نفسي اكون دكتور يعني. صحيح. هي نفس القصه. طيب يبقى انا اول حاجه انا عايز احدد اهدافي من الزواج، واتفقنا ان في ناس اهدافها غلط او بمعنى ادق هي مش هدف من الزواج قد ما هي هروب من وضع هي مش عاجبها فعايزه تطلع وخلاص، ومتهيئ لها ان الحل في الزواج. البنت موجوده في بيت باباها ومتهيئ لها انها لو خرجت منه هترتاح، او الراجل والدته توفت وعايز بديل للام واحده تخدمه، بين قوسين وبيتحفظ على اللفظ ده خدامه، هو برافو اللي يكون في ذهنه كده. برافو عليك. نتكلم صراحة. فده يعني برضو خطأ. يعني فأنا برضو رسالة هنا بوجهها لأي بنت بتسمعنا حاليا موجودة مع أهلها، بيت أهلك دايما هو الأفضل، اختاري كويس قوي قبل ما تنتقلي من منزل لمنزل، لأنه ممكن قوي أن يكون المنزل اللي حضرتك هتتحولي ليه يكون أسوأ بمراحل من المنزل، لأنه مش هيكون مبني على عقل، هيكون مبني على أنه هروب، أنا بهرب من الجو اللي أنا فيه لأي حاجة، عارف اللي بيتعلق بأشياء. طبعا الكلام ده هيعجب أولياء الأمور قوي عشان دراتهم يفضلوا جنبهم شويه. لا والله برضو هي ما فيهاش قاعده قوي، بس هي الفكره ان حتى لو كنت تعبانه في بيت اهلك، وحتى لو مش هو الافضل، وحتى لو هو الأسوأ، بس ما تروحيش لحياه أسوأ، انت المفروض هتكملي فيها وتجيبي اولاد برضو. صحيح. فما تقرريش ده في ولادك. صحيح. يعني توازني في الجزئيه دي. اتفضلي. طيب النهارده لو حضرتك اللي عايز يتجوز زي ما اتفقنا محدد هدفه، تمام، هيبتدي يقول انا عايز اختار ازاي، احب ولا جواز صالونات، اضمنها من بيت علشان ما تطلعش عرفت 100 راجل قبلي، ولا لازم اختبرها وامشي معاها واحطها في 100 اختبار عشان اتاكد انها كده، وهي اصلا لو استاذه هتعرف تقنعه ان هي حاجه تانية. فعلا. ما فيش الكلام ده خالص. لا احنا بنقول ببساطه شديده، اسس الاختيار الرئيسيه العاطفه زائد العقل زائد التوكل على الله. تاني العاطفة زائد العقل زائد التوكل على الله. طيب التوكل على الله طبعا. طيب بس معلش، ليه حضرتك قلت العاطفة قبل العقل؟ واحنا دايما في اي محاضرات انا بقول دايما جميل. بقول دايما في اي محاضرة لازم نمشي العاطفة مع العقل في خطين متوازيين دايما. ليه حضرتك فضلت العاطفة على العقل في الموضوع؟ اقول لك حاجة، انا دايما اسالهم سؤال في المحاضرة وبيستغربوا جدا لما اقول لهم اللي بيشيل البيت القلب ولا العقل؟ المفروض الاثنين. بس اللي يشيل اكتر القلب مش العقل. عارف ليه؟ هقول جمله كده غريبه شويه. القلب له منطق لا يعرفه المنطق. صحيح. يعني القلب له منطق لا يعرفه المنطق. على فكره دي من اروع الجمل الرومانسيه اللي اتقالت في الحلقه، بحبها جدا حقيقي. وانا بقى في جمله بتاعتي انا بقى اللي هو بيقول لك ان الحب اعمى، انا بقول ان الحب بصير لانه يرى في من يحب ما لا يراه الاخر. يا فندم نبيله منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه. طيب دلوقتي وانت بتقولوا الحب، طب الحب لما الواحده تضحي وتحب وتتجوز وفي الاخر كله ما فيش. طيب حاضر هنجاوب على حضرتك، شكرا جدا يا استاذه نبيله. طيب لسه كنا بنقول احنا قلنا العاطفه زائد العقل، احنا ما لغيناش العقل. انا دايما اقول ايه، حطي قلبك في عقلك وحطي عقلك في قلبك. يعني ايه؟ يعني انا لو بحب حد مش معناه ان انا اعمي عيني عن عيوبه وما اشوفهاش، لا شوفيها واتجوزي بيها، بس تكوني عارفاها، ما تصطدميش بيها. صحيح. طب ولو انا بدرس واحد واتجوزه بعقلي عشان الفلوس مثلا، ولا عشان المركز، ولا عشان،
اي حاجه، وده بيحصل كتير، وراجل اتجوز واحده عشان ماديتها، عشان اي حاجه، اهداف ماديه كلها. ماشي، حط عقلك، بس اوعى تهمل القلب، ما صحيح. تاخدهاش وانت ما بتحبهاش، وبعدين ترجع معلش انا اسفه هنا بعد الزواج تقول لها انت كذا. وساعات صحيح. بيتجوز واحده مش جميله لمجرد انه هتحقق له اهدافه، صحيح. ويرجع يعايرها بعدم بعدم جمالها، تاني. ويتقول طب ما انا كنت قدامه يعني اتجوزني ليه؟ عشان يجرحني وكذا وكذا. يعني انا بسمع قصص كتير. فاحنا بنقول العاطفه، هرجع لسؤالك ان ليه قلت العاطفه الاول، اتفضلي. وليه بقول ان القلب هو اللي بيشيل البيت. اتفضلي. انا جايبه صوره كده كانت على النت جميله قوي، القلب عامل زي الباراشوت صحيح، بيطير كده بالاسره، لكن العقل تقيل هيرمي بيها وهيقطع الحبل. ليه؟ آه، لو في بس. حب، لو في حب بيتحملوا كل حاجه. حضرتك عايزه تقولي ان احنا دايما في علاقاتنا لو في كل اتنين بيسمعونا مهما كان سنكم كبير، واكيد ناس كتير قوي تسمعنا زوج وزوجه دلوقتي قدام التلفزيون، حكموا قلبكم شويه، ارجعوا لايام زمان شويه، افتكروا حبكم، افتكروا الحاجات الحلوه كانت بينكم، افتكروا الحاجات والدوافع اللي خلتكم تتجوزوا بعض، ودايما جددوها، دايما خلوها في قلبكم، دايما خلوها في عقلكم عشان تعيشوا حياه سعيده، دايما حسسوا نفسكم انكم انتوا لسه شباب، انتوا لسه في الحب. طيب. وبمناسبه ده انا مره جات لي واحده وكانت خلاص على طلاق، يعني خلاص يعني هي مصره على الطلاق طيب وقعدت. نكمل القصه دي بعد الاستاذ ثروت من الاسماعيليه. اتفضل استاذ ثروت. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حضرتك توطي التلفزيون وتسمعها من التليفون لو سمحت. اتفضل. كنت عايز اسال الدكتور اسال بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. الله، ما هي علامات الخيانه الزوجيه بالنسبه للست لما تكون كارهه جوزها يعني او مش طايقاه؟ حاضر يا استاذ ثروت، هنجاوب على حضرتك. ماشي. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. احنا ممكن نعمل حلقه للخيانه الزوجيه لان ده موضوع كبير قوي والله. طيب معلش بس اعتذر لحضرتك دلوقتي، انا فاكر كويس معانا الاستاذه نبيله وسالت سؤال انا عايز اعرف اجابته. استاذه نبيله كانت تقول على الحب. لا مش الحب، كانت تقول انا حبيت واحد واتجوزته او بين قوسين انا اتورطت، المفروض اتصرف ازاي؟ اللي هي الاول، لا هي ما قالتش اتصرف ازاي، هي قالت فين الحب بقى، يعني هي بتقول انت بتقول الحب. حضرتك انا قلت الحب معنى كده ان هي اختارت اختيار للاسف مبني على الحب فقط، مبني على الحب فقط، واصبح فاشل بعد فتره، فهي بتقول اعمل ايه؟ ما هو هي سؤالها كده. تاني انا هقول ان اولا هو كان مبني على الحب بدون عقل. طيب دلوقتي يا دكتور معلش، هو الاختيار تم، يعني هو احنا دلوقتي قدام مشكله، انا دايما لما يكون قدام مشكله مش ببدا اجيب الاول، اتورطنا خلاص، اتورطنا مش ببدا الوم الطرفين، انا بقول ما فيش لوم خالص، ازاي او يتصرفوا ازاي علشان يرجعوا الميه لمجاريها، خلينا نقول المصطلح ده، يرجعوا طيب الميه لمجاريها مره ثانيه. اللي تم الاختيار خلاص والموضوع خلاص اتورط. اتورط. اتفضلي. مهم قوي يعرف هي حجم الورطه وصل لفين. صحيح يا جماعه، يعني في ورطه بسيطه، في واحده اول ما بتتجوز واحد بتكتشف ان هم بيتخانقوا على معلش يعني يناموا في النور ولا في الضلمه. صحيح. دي اختلافات طبيعيه في البدايه، تقول لك انا اكتشفت انه مش موافقني خالص، قاعد بيتفرج على الماتش وانا عايزه المسلسل، يعني تبقى كلها خلافات من هذا النوع. طيب. دي بتعدي، يعني دي ما اسمهاش ورطه. طيب في حاجات بتكون اكبر. ايوه حاجات بتكون اكبر، واحيانا بتكون اكبر من اول يوم. في ورطات ما بينفعش نكمل معاها وما بتستمرش الجواز اكتر من شهور او سنه وخلاص بينهوا الموضوع ده. وفي ورطه بقى بتبقى يعني بتكيف معاها سنين. اللي هي بس ان تحمل. انا شويه ما انا سنين. اولا لازم اتحمل يا جماعه نتيجه قراري، معلش ما تزعلش مني، يعني ما تبقاش بتحبه وحربت اهلها علشان تتجوزه وما سمعتش النصيحه وعملت كذا، وترجع بقى تقول يا جماعه انا غرقانه، انتوا شيلوا الشيله يعني. طيب فاهم قصدي؟ فانا لازم اتحمل فضل. جزء، معلش بعد اذنك، لازم اتحمل جزء من خطئي في القرار ده. اول حاجه. طيب رقم اتنين. فضل. فضل. رقم اتنين، انا لازم اتذكر زي ما حضرتك قلت وتفضلت من شويه، قلت افتكر انا حبيته ليه، لان اكيد الحاجه اللي انا حبيته عشانها نجدد مشاعرنا. نجدد مشاعرنا. فضل. والحاجه الثانيه، انا اكيد بعد العشره اكتشفت في حاجات حلوه زي ما انا اكتشفت حاجات وحشه. صحيح. انا بقى لازم اجيب الميزان بتاعي واحط الحاجات الحلوه واحط الحاجات الوحشه واشوف انهي كفه راجحه. يعني تفتكر الحاجات الحلوه اللي كان بيعملها جوزك مع حضرتك، حضرتك ما تفتكريش النكد، حضرتك ما تفتكريش كل حاجه وحشه هو بيعملها مع حضرتك، وتنسي الكم الهائل من الحاجات الحلوه، الكم الهائل من المعاشره اللطيفه كانت مع حضرتك وكان يعاملك بما يرضي الله. دايما اول ينكد عليكي ما تنكدش عليه، لا اول ما ينكد عليكي
اقعدي مع نفسك لحظه تامل لحظه استسلام كده وافتكري حاجه حلوه عملها لك عشان تبدا الموضوع يعدي بسلام ونبدا نعيش ونسير الحياه. بس في ملحوظه بعد اذنك. هو طبعا في ناس هتقول لك احنا بنتكلم يعني سوري يعني من غير ما نحس بيهم او مش حاسين. لا لا الموضوع مش كده خالص والله يا جماعه. احنا بنقول احنا عارفين ان في مشاكل حجمها كبير صحيح جدا. وبنقول ان في ناس اتورطت فعلا صحيح. وتورطت من اول يوم جواز وفي مصايب كبيره جدا 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 صحيح. لازم اذا كنت فشلتي في انك تاخدي الاختيار الصح في البدايه صحيح. فلازم تكوني قويه في انك تاخدي القرار الثاني في النهايه صحيح. علشان ما تكمليش للاخر كده. سواء هتكملي يعني لو قررتي تكملي صحيح. لازم يكون قرارك صائب ومبني على اسس صحيحه او ما تكمليش بس تتحملي بقى النتيجه مش دايما تحمليها للي حواليك. تمام تمام. طيب في خصوص البوينت دي معايا الاستاذه امتسال من سوريا بعتلنا على صفحه البرنامج بتقول انا شخصيا بحب القرارات النهائيه او بين قوسين الطلاق. رايها كده. بص حضرتك احنا السيده او البنت ما تفضلش تعيش في عذاب، لا تنهي العلاقه افضل وتبدا حياه جديده مع شخص جديد. وممكن قوي يكون الشخص الثاني افضل من الشخص الاول، ممكن قوي يكون الشخص الثاني يصطحبها لحياه زوجيه سعيده. اولا انا لا يمكن اعترض على شيء الشرع اباحه. اكيد صحيح. خلاص هو الشرع اباح الطلاق. صحيح. بس جعله ايه؟ اخر الدواء الكي. صحيح. اخر الدواء الكي. اخر الحلول. اخر الحلول، ليه؟ لان الطلاق له اضرار كتير علي على الزوجه وعلى الزوج وعلى الاولاد. ولو ما فيش اولاد خلاص هتبقى بالنسبه لك حاسه الموضوع كانها قصه حب وانتهت وخلاص وهتتجوزي غيره. لكن لما بيكون في اولاد بيبقى في تبعات كتير. طيب. جدا جدا للاسف، لان الطلاق ما بيبقاش شيك. يعني صحيح. صحيح هو لو الطلاق شيك وخلاص احنا هنتفاهم بهدوء ونروح عند المأذون الطلاق زي ما اتجوزنا واولادنا يفضلوا اولادنا والاب يفضل اب والام تفضل ام وفي الاخر هو يتجوز هي تتجوز ويديها الحق انها تتجوز، مش يقول لها بعد الطلاق اتجوزي وربي العيال، ما تتجوزيش وربي العيال وانا اتجوز واعيش حياتي واخلف تاني يعني المواضيع ليها ابعاد كتير. لكن انا مطالبه ان انا ارضي ربنا، سواء انا زوجه سواء انا مطلقه سواء انا ارمله سواء انا بنت ما اتجوزتش. طيب انا النهارده لو عايشه مع زوج قدرت ان انا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، قدرت اقيم حدود الله وعيش مع الزوج رغم ان انا ما بحبوش قوي ورغم الخلاف صحيح فهكمل. لكن لقيت نفسي هتعرض لفكره او زي ما حضرتك يا استاذه امتسال بتقولي ان حضرتك شايفه انك تتجوزي وده حقك، انا ما حدش يقدر يلومك عليه. يعني دي نقطه ما اقدرش الومها عليها. هي ما تقصدش انها تتجوز تاني، هي تقصد القرارات النهائيه اللي ان البنت او السيده ما تفضلش تعيش في عذاب. خلاص هو ما حصلش نصيب او العلاقه ما استمرتش بشكل كويس بس او في ملحوظه اللي هي بتخطط له او كانت تحلم بيه، فهي تنهي العلاقه وتبدا بعد فتره علاقه طيب جديده. طيب استاذه امتسال انا بس ليا لحضرتك نصيحه صغيره. اتفضلي. خدي قرارك براحتك لكن اوعي تلقيلي لغيرك، مش عشان حاجه، عشان انت ممكن تكوني قويه في اتخاذ القرار والمراه الثانيه اللي انت بتقولي لها الكلام ده هي ضعيفه. طيب معانا دقيقه ما تقدرش تعمل ده على انتهاء وقتنا ومش هننسى الاستاذ ثروت من الاسماعيليه بيقول عايز علامات للخيانه لو زوجته عزاء مش بتحبه. لا هو بص انا مش هقدر اتكلم في الموضوع كتير لان الموضوع الخيانه الزوجيه كبير بس طيب في علامات كتير ممكن نخصص له حلقه. لكن طبعا التغيرات كلها بتبان اي زوجين بيحب يحسوا ببعض، الموبايلات طيب. اللي بتستخبى والباسوردات وال طيب عشان وقتنا انتهى نوعد الاستاذ ثروت من الاسماعيليه اننا هنخصص حلقه مخصوص. طيب الحلقه الجايه عايزين نتكلم عن اسباب او اشهر المشكلات اللي بتقابلنا في حياتنا الزوجيه وازاي نعالجها. ممكن ده ممكن 100 حلقه دي الموضوع ده كبير ممكن. ده لو وقت حضرتك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا بشكر حضرتك بنشكر دكتور جيان حسين استشاري العلاقات الاسريه والنفسيه على ما قدمته لنا من معلومات شيقه ومفيده وحيويه، وانا بجد شهاده حق بكون سعيد جدا في الحلقه اللي بتكون موجوده فيها دكتور جيهان لان بحس فيها اني منطلق واني حر واني بسال كل اسئله اللي بتخطر على بالي وحضراتكم بتتواصلوا معانا وحضراتكم كمان بتكونوا اكثر تفاعلا في حلقه دكتوره جيهان. شكرا لحضراتكم، كنت سعيد معاكم من 11:30 ل 12:30 ان شاء الله نتقابل برنامج طبيب الاسنان والاذهان كل خميس 9 صباحا. شكرا على خير. السلام عليكم.